تذكرون الفتاة الأفغانية الشهيرة التي تصدرت غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك وعرفت بلقب الموناليزا الأفغانية واسمها الأصلي شربات جولا؟ فقد وصلت إلى إيطاليا في إطار عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة وفق ما أعلنت الحكومة الإيطالية. وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن إيطاليا نظمت إجلاء جولا بعدما طلبت الأخيرة المساعدة لمغادرة أفغانستان، وذكر في بيان أن الحكومة الإيطالية ستعمل على دمجها في المجتمع. وعام 1984 اكتسبت جولا شهرة دولية كلاجئة أفغانية بعدما نشر مصور الحرب ستيف ماكري صورة لها على غلاف الناشونال جيوغرافيك. وعام 2014 ظهرت في باكستان واختبأت بعدما اتهمتها السلطات بحيازة هوية باكستانية مزورة وطالبت بترحيلها إلى كابول. وكانت إيطاليا من بين الدول الغربية التي نقلت مئات الأفغان جواً إلى خارج أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي واستيلاء طالبان على السلطة. فماذا سيكون مصير هذه الفتاة التي اكتسبت من وضعها شهرة عالمية حتى أنها شبهت بالموناليزا؟